شو عم يساوي ابن جيبهم؟ ما عم يساوي شيء، زيارة ودية. ماشي طمنتين. أمي شو في لي أم هاني بتشتري مسامير؟ ليش المسامير؟ صاحت لي كرتونة فيها 100 علبة مسامير، مستعد بيعها بنص حقها. من وين؟ من المستودع. أنا فكرت ابن جيب جاي مشان هيك. يعني سرقة يا حرامي؟ يبليكي بقتلك أنت، إن شاء الله ما بتروحي إلا قتل. هلا إذا أنت دربكة، ضروري كل الناس دربكة. دربكة؟ شو يعني دربكة؟ الرجال شرواك بالخير بنقول له طبل، والمرأة بنقول لها دربكة. أنا مالي دربكة، بس بكره بيعملوا جرد للمستودع وبيلقطوك. حبيبتي أنا مسلمون وآخذ وصل، أنا بعطل بيا 100 كرتونة، من كل كرتونة قمت علبة. أمي بده يحس. قديش حق العلبة؟ سعر الجملة بالسوق 20، أنا مستعد بيع ب 12، وإلك تعمولي على كل علبة ليرتين. نيه؟